وبفتح الجيم في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشاعر منى وعرفات، يشرف من برا وطري من جوا، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى، ويمكث فيها الحجاج ده تقطعت خلاص؟ حتى صباح نشوفها بقى في طبق التأزيم يوم عيد الأضحى المبارك، ليفيضوا بعد ذلك إلى منى. مورقة ازاي؟ نشوفها بقى في طبق التأزيم. ويعود سبب تسميته بمزدلفة. شايفين البلاش عامل ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا يا رب، والسنة الجاية كده جميعا نبقى على عرفات. انا محدش عامل الفيديو بتاعي دبلجة ولا مونتاج ولا اي حاجة، حبيت اسيبه على الطبيعة عشان نسمع، حابة اسمع الادعية والتكبيرات اللي في التلفزيون، محبتش اعمله دبلجة. هو الفيديو مش انا بحاول عليه صوت عشان صوت التلفزيون، هو الفيديو مش مخصوص للاكل قد ما انا حابة ان انا اسمع التكبيرات والتكبيرات العيد، طبعا كلنا حاسين بيها وربنا يوعدنا يا رب على وقفة عرفات ويغفر لنا ذنوبنا جميعا. حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وده كان فطارنا النهاردة. عملت كبدة محمرة، عملت كبدة محمرة ولحمة شوحتها، وعملت كبدة، متعودين ان احنا نفطر يوم وقفة عرفات كبدة بلدي، عملت كبدة، وعملت طبعا جلاش لا مش جلاش، رواق، رواق باللحمة المفرومة، وعملت بتنجان وطحينة، وده كان فطارنا. يا رب يكون عجبكم. معلش انا متلخبطة، انا متلخبطة عشان عقلي ودماغي كلها في التكبيرات، حابة ان انا اسمعها وكده، وانا قلت لكم مش هعمل دبلجة ولا اي حاجة للفيديو، هسيبه طبيعي جدا بالاصوات اللي حواليا. طبعا جوزي بيستعجلني على الفطار وكده، الاذان اذن اهو، يلا كل سنة وانتم طيبين. لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعم.